بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، هذه محاضرة أخرى في الهيتروسايكليك كيمستري. في المحاضرة السابقة كنا نتكلم عن تفاعلات البيريدين، وبالذات تفاعلات البيريدين الالكتروفيلية الالكتروفيليك سبستيتيوشن رياكشنز. واحدة من تفاعلات البيريدينز بالذات الأمينو بيريدينز ممكن حولها إلى البيريدون، حولها إلى البيريدون كما نلاحظ في هذا المركب. طبعا إذا نتيجة يعني عدة تفاعلات من هذا التو أمينو بيريدين ممكن حولها إلى الألفا بيريدون. الطريقة بسيطة، نأخذ التو أمينو بيريدين أو نفعله مع صوديوم نيترايت بوجود الـ HCl، طبعاً راح يتحول إلى درجة حرارة صفر، راح يتحول إلى دايزونيوم صولت. تعرفون هاي الكربون اللي تحمل مجموعة دايزونيوم صولت تسمى الكتروفيليك سنتر. ممكن أن تتفاعل مع نيكلوفايل، وهنا عندنا نيكلوفايل هو الـ H2O، سيمنحنا مجموعة OH، وبالتالي نحصل على 2 هيدروكسي بيريدين. هذا تلاحظون انه هذا السهم يميل الى الالفا بيريدون، يعني سهم التوازن هذا يميل الى تكوين هذا الناتج الاكثر استقرارا، اذا هذولا توتومرز او هنا يوجد عندنا توتوميرزم between these two structures. إذن هذا الإينول فورم وهذا الكيتو فورم. The more stable one is the pyridone اللي هو الكيتو فورم. بنفس الطريقة ممكن الفور أمينو بيريدين حوله إلى الجاما بيريدون. نفس الطريقة ونفس ظروف التفاعل، أيضا صوديوم نيترايت HCl درجة الصفر حول إلى دايزونيوم صولت، فعلى مع الماء يتحول إلى هذا الإينول فورم اللي هو 4 هيدروكسي بيريدين. وأيضا نلاحظ السهم يميل باتجاه اليمين، سهم التوازن تفاعل يميل باتجاه تكوين الجاما بيريدين. مثل ما لاحظ، إذا هذا الكيتو فورم وهذا الإينول فورم مثل ما شايفهم. هذه البيريدونز مثل ما نلاحظ في هذا المركب ممكن نسوي له الكتروفيليك سبستيتيوشن in this position من خلال مفاعلته مع الكتروفايل. This is الكتروفايل، ونحوله بعدين نفقد بروتون فراح يتحول الى هذا الناتج. اذا شلنا بروتون من هذه الحلقة هنا، هذا position مالته، وحولنا الى مجموعة الكتروفايل. هنا خلينا هذه المجموعة. طيب احنا نريد نتخلص من الاكسجين، فراح نتخلص منها بطريقة ذكية جدا من هذه الاكسجين، وذلك بمفاعلة هذا المركب مع فوسفورس أوكسيكلورايد. هذا نسميه فوسفورس أوكسيكلورايد POCl3. يتفاعل، تلاحظون انه عندنا ذرة الفسفور هنا مركز الكتروفيلي، وهنا عندنا هذا الزوج أوف الكترونز على ذرة الأكسجين، ممكن يهاجم كوننا مركب وسطي. هذا تلاحظوه هو هذا المركب الوسطي، ونتيجة هذا التفاعل راح يطلع عندنا Cl. اوكي، هذا الكلورايد ايون. هذا الكلورايد ايون يرجع يهاجم على وين؟ على الكربون اللي تحمل الاكسجين، ويزيح لنا هاي المجموعة كلها بهذه الطريقة مثل ما تلاحظون في هذه الخطوة. هنا طلع عن القوة الدافعة وراء هذا التفاعل وإزاحة هذه المجموعة هو هذا pair of electrons.
وبالتالي نحصل على حلقة أوراماتية اللي هي البيريدين، ومعوض عليها الكتروفايل في هذا البوزيشن، ومعوض عليها سي ال في موقع 4. إذا بهذه الطريقة قدرنا نحط 2 سبستيتيونتس على هذه الحلقة. يعني بدينا بالبايريدون، فور بايريدون، حصلنا منه على بيريدين مكلور بالإضافة إلى مجموعة أخرى على الحلقة. بعد أن تكلمنا عن تفاعلات البريدين الإلكتروفيلية، هسه راح نتكلم عن تفاعلات البريدين النيكلوفيلية، اللي هي نيكلوفيليك سبستيتيوشن اوف بريدين. يعني بمعنى أنه عندنا مجموعة لازم تغادر، يجي بمكانها، أو نحط بمكانها مجموعات، أو نحط بمكانها نيكليوفايل. طبعا تلاحظون X هنا في هذا الموقع، ممكن تكون هيدروجين، ممكن تكون good living group، ممكن تكون مجموعة مغادرة جيدة. إذا تلاحظون طبعا النيوكليوف راح يجينا بزوج الكتروني، فهذا الانترميديت كومباوند اللي راح يتكون عندنا نتيجه هجوم النيوكليوفايل. هنا طبعا الكربون هاي تلاحظون كان تهجينها sp2، صار هنا تهجينها sp3 مثل ما تلاحظون، وهنا عندنا زوج الكتروني على ذره النيتروجين. الان احنا لا يمكن لهذه الحلقه ان تبقى في هذا الوضع، فهاي الحلقه يجب أن تستعيد its aromaticity. فحتى تستعيد الأروماتية لازم يصير لفظ لمجموعة X، مجموعة X اللي هي المجموعة المغادرة. طبعا تعرفون أنه النيكليوفايل هو جاي حتى يقعد ويبقى على الحلقة، ما جاي بهاي الطريقة حتى يطلع. إذا اللي راح يطلع هو إما X اللي هي هيدروجين، أو good living group، مجموعة أخرى. طبعا بعد ان لفظ هذا الانترميديت كومباوند اكس، قلنا رجعت الاروماتيسيتي، يعني رجع عندنا مركب حلقي اروماتي، قدرنا نشيل اكس ونخلي مكانها النيوكليوفايل. النيوكليوفايل طبعا عندنا عده انواع من النيوكليوفيلات، هنشوفهم هذول الانواع من النيوكليوفيلات. عندنا صوديوم أمايد، هذا يعني very strong base، ممكن أن ينطينا NH2 عليها شحنة سالبة وعليها زوج إلكتروني، بهاي الطريقة نقدر نسوي emanation. أو عندنا النيوكليوفايل ممكن أن يكون بيولي، اللي هو بيوتايل ليثيوم، يعني مركب للليثيوم عضوي 4 ذرات كربون بي، أو فينايل ليثيوم، وهذا طبعا انحضر من أرايل هالايد، هذا انحضر من ألكايل هالايد، يعني مثلا من بيوتايل كلورايد، هذا ممكن من برومو بنزين. فهذول التو نيوكليوفايلز نسوي بهم ألكيليشن، أو نسوي أرايليشن لحلقة البيريدين. أو إذا أريد نفارق مثلا مع صوديوم هيدروكسيد، نخلي مجموعة هيدروكسي جروب على الحلقة. فإذا هذه هي مجموعة النيوكليوفايلز، يعني very simple nucleophiles، نقدر نسوي بهم عملية nucleophilic substitution reaction. تلاحظون هنا عندنا هذا البيريدين نفعله مع فينايل ليثيوم، خلينا مجموعة هاي الفينايل في 2 position or on position 2، وطلعتنا فينايل بيريدي، فينايل 2 فينايل بيريدي. أو نفعله مع الأمايد أيون، هذا الأمايد أيون، هالأمايد أيون راح يقعد لنا في 2 بوزيشن، بعدين راح نفقد NaH، يعني راح نفقد هايدرايد أيون، وبالتالي نحصل على 2 أمينو بيريدي، 2 أمينو بيريدي. طبعا هذا التفاعل عادة يجرى تحت. إذا كما ذكرت أنه هذا التفاعل بالذات، هذا التفاعل يجرى تحت درجة حرارة عالية، و
الليفنج جروب هذه الحالة مثل ما أيضا ذكرت هو الهيدرايد آيون، يعني H عليها زوج إلكتروني أو عليها شحنة سالبة. طبعا هذا التفاعل هو it's very difficult، يعني لأن الهيدرايد آيون يعني مجموعة كلش ضعيفة أنا تغادر. من المجاميع المغادرة الجيدة عندنا الفلور، عندنا الكلور، عندنا البروم، وعندنا اليود. طبعا الفلور أكثرهم قوة كليفين جروب، بعدين يجي وراها السي ال، بعدين البي ار، بعدين الاي، وهذول مرتبين تلاحظون حسب السالبية الكهربائية الهم منو بيهم قادر عن يخمد أو يسوي accommodation to the negative charge. طبعا الفلور راح يكون أكثرهم. بعدين يجون هذول المجامع السلفونيت، بعدين النايترو جروب، بعدين الالكوكسي جروب، هذول اللي ممكن تطبيقهم في هذا النوع من التفاعلات. تلاحظون اذا اكس هي مجموعه مغادره، هنا عندنا النيكلوفايل. طبعا لاحظ هنا ممكن اكس تكون في ايضا في البارا بوزيشن، اكس تكون في البارا بوزيشن. فتلاحظون انه اكس في البارا بوزيشن ممكن تتفاعل مع النيكلوفايل وتزيح الاكس ونحصل على نيكلوفايل في البارا بوزيشن. في الميتا بوزيشن طبعا هذا يعني نو رياكشن، التفاعل هذا ما يصير، يعني لانه ميكانيكية التفاعل صعب ان يصير او صعب ان ينطينا مركب مستقر. هذا التفاعلات الأخرى 2-bromopyridine فعلوا إلى أمونيا مثل ما تلاحظون، طبعا نحتاج إلى درجة حرارة عالية ينطينا 2-aminopyridine، أو إذا عندنا باراكلوروبيريدين أيضا فعلا مع الأمونيا بدرجة 200 مئوية ينطينا باراكلوروبيريدين. بينما مثل ما تلاحظون هنا في الميتا ايسومر، هذا الميتا ايسومر doesn't react with ammonia at 200 degrees centigrade. There is no reaction. خلينا نشوف من يكون عندنا المجموعة المغادرة في موقع 4 أو في البارا بوزيشن. تلاحظون أنه هذا التفاعل هنا ينطينا هذا الانترميديت كومباوند، وبعدين نروح إلى الفاينل برودكت، بعدين نروح إلى الفاينل برودكت. هذه الخطوة تفاعل is very fast، بينما هنا التفاعل تلاحظوا أنه هنا راح يقعد النيكلوفايل أو يصير هجوم بال 2 position. هنا النيكلوفايل عندنا هنا CL المجموعة المغادرة، وهنا عندنا هيدرايد آيون راح يصير. تلاحظون انه هذا التفاعل very slow لانه الهيدرايد آيون is very bad or is very poor leaving a group. نلاحظ انه في هذا السكيم ممكن تفعيل حلقة البيريدين وفاعلها مثلا مع الفينايل ثايول مثل ما تلاحظون هنا. خلينا مجموعة مكان اكس كمان لاحظوا بهذا المركب. طبعا ظروف التفاعل تلاحظوها انه بوجود قاعدة وبوجود ايضا درجة حرارة يعني تقريبا مرتفعة. هنا هذا المركب ممكن يتفاعل ويا صوديوم ميثوكسايد، يعني نعرف انه صوديوم ميثوكسايد قاعدة قوية. ايضا ممكن ان يصير سبستيتيوشن رياكشن هنا، يعني اقصد نيكلوفيليك سبستيتيوشن رياكشن. هنا تفاعل اخر تلاحظوا هذا ممكن ان نستخدم بكاتاليست
هذا الكاتاليست هو زنك كلورايد مع الأمونيا بدرجة حرارة مرتفعة يعني جدا 220 سنتيغريد. لاحظ أن نقدر نخلي مكان X مجموعة NH2. أيضا نقدر نفاعل هذا المركب مع أمين ثانوي وبدرجة حرارة ونعوض مكان X هذه مجموعات الأمين. عندنا الهالوجينوبيريدينز يعني مثلا هذا المركب تلاحظون أنه هذا المركب 3-bromopyridine فعلا مع بيولي أو بيوتايل ليثيوم نسوي ميثيليشن المن إلى حلقة البيريدين، يعني زحنا البي آر خلينا مكانها الليثيوم. هذه very active intermediate. عندنا زوج إلكتروني على ذرة هذه الكربون، هذا ممكن أن يتفاعلنا هاي ال very active intermediate ممكن نفاعلها مع كيتون. تلاحظون حصل على كحول، حصل على كحول هنا، هذا هو الكحول بالإضافة إلى حلقة البيريدين، لما حصلنا على مجموعة كحول. هذا النوع من المركبات ممكن مع الكيتونات نحصل على الكحولات. إذا نفعل هذا المركب الوسطي مع نايتريل جروب راح يعطينا هذا المركب الوسطي الثاني، هذا نسوي له هيدروليسيس باي H2O يعطينا كيتون. تلاحظون إذا التفاعل بهالاتجاه يعطينا كحول، ومع النايترايل الكاين نايترايل راح يعطينا كيتون. ذكرنا سابقا أنه البيريدين ممكن نسوي أكسيديشن للنيتروجين، نسوي بيريدين أوكسيد مثل ما نلاحظ هنا، طبعا بوجود عامل مساعد أو بوجود كاشف مثل H2O2 هيدروجين بيروكسيد في الأسيتيك أسيد حول إلى بيريدين أوكسيد أو البيريدينيوم أوكسيد. طبعا هذا بواسطة حامض HNO3 و H2SO4 راح ينطينا النيترونيوم آيون. هذا النيترونيوم آيون ممكن أن يجي في البارا بوزيشن، بعدين ممكن نزيح هاي المجموعة بواسطة ميثوكسي جروب بالميثانول، شوفوا راح تجي هنا تهاجم لنا هاي المجموعة على ذرة الكربون حال من المجموعة المغادرة كما نلاحظها في هذا التفاعل. بعدين راح هذه تصير مجموعة مغادرة جيدة احنا قلنا عليها سابقا، لأنه شحنة السالبة راح تكون على الأكسجين. أو تلاحظون راح نطلع لنا NO2 جروب. إذا قدرنا نخلي هاي المجموعة تفعل لنا الحلقة احنا في هذا بوزيشن، وبعدين نحط مكانها ميثوكسي جروب، نحط مكانها ميثوكسي جروب، يعني in further reaction with acetic anhydride راح نحصل على هاي المجموعة الأسيليوم آيون على الأكسجين. كون عندنا هذا المركب الوسطي، هذا المركب الوسطي احنا عندنا هاي المويتي from the acetic anhydride can attacked at position 2. تلاحظون هنا at position 2 طبعا هاي الكربون تهجينها ASP3 فراح تلفظ بروتون، راح تلفظ بروتون وبالتالي راح يصير عندنا شكل ريزونانس. الحلقة تستعيد its aromaticity فهاي المجموعة راح تطلع لنا، يطلع عندنا طبعا الكاربوكسيليت ايون او الاسيتيت ايون، طبعا احنا بهاي الحالة راح يطلع عندنا الاسيتيت ايون، وبالتالي قدرنا نخلي مجموعة اسيتيت ايون في هذا البوزيشن 2، وراح يطلع عندنا اسيتيك اسيد ايضا من هذا التفاعل. تلاحظون هذا التفاعل يعني مهم جدا، يعني عندنا بيريدين، بدينا بيريدين قدرنا في الموقع 4 نخلي مجموعة ميثوكسي، وفي الموقع 2 نخلي مجموعة أسيتيت جروب.
تلاحظون ايضا بهاي الطريقه قدرنا نتخلص من الاكسجين اتام هاي اللي مرتبطه بالنيتروجين. اذا الطريقه هي نحول الى نيتروكس ايون، نضيف مجموعه نيترو جروب في هذا الموقع، نضيف مجموعه الميثوكسي هنا ونزيح مجموعه النيترو، نحصل على ميثوكسي بهذا الموقع. بعدين هاي الخطوه هي لاضافه مجموعه الاسيتيت والتخلص من الأكسجين على ذرة النيتروجين. هذا هو حقيقة التفاعل، يعتبر تفاعل مثالي. هذا تفاعل آخر من تفاعلات البيريدين النيكلوفيلية أو نيكلوفيليك سبستيتوشن رياكشنز أوف بيريدين. طبعا تلاحظون هنا عندنا مجموعة ميثايل جروب، هذول الهيدروجينات سابقا قلنا عليهم في محاضرة سابقة قلنا عليهم أسيديك هيدروجينز، فإذا ممكن أن نستخلص واحد من عندهم بواسطة ميثوكسي جروب، قاعدة قوية، مع قاعدة قوية عندنا صوديوم ميثوكسايد is very strong base، ونحصل على هذا الكربانيون. هذا الكربانيون ممكن نفعله مع عالديهايد في الخطوة الأولى، بعدين نضيف له حامض ونحصل على الكحول، نحصل على هذا الكحول. طيب إذا الكربانيونز بتتفاعل ويا الالديهايدز أو الكيتون راح تعطينا كحولات، راح تعطينا كحولات. هذا الكحول ممكن يفقد جزيئات ماء، اوكي. هذا الـ OH هنا وهنا بروتون ممكن ان يفقد جزيئات ماء ويتكون هذه العصرة المزدوجة. تلاحظون هذا المركب يشبه الاستلبين، يعني يشبه الترانس استلبين. عندنا طبعا الاستلبين 2 isomers، يعني 2 phenyl groups يكونون ترانس على عصرة مزدوجة. هنا هذا المركب اسمه ستيل بازول، ستيل بازول يعني هو ستيل ازول. الازول جايتنا زول، هاي جايتنا من النيتروجين، الازول جايتنا من النيتروجين، فاذا هذا الترانس ايسومر. وممكن يكون عندنا ايضا السيس ايسومر. بعد أن تكلمنا عن تفاعلات الهيتروسايكليك كومباوندز وتكلمنا عن حلقة البيريدين، لا بأس أن نتكلم أيضا عن كيفية تحضير هذا النوع من المركبات الحلقية. فإذا حتى نحضر هذا النوع من المركبات الحلقية، ممكن أن يكون عندنا 2 moieties يتفاعلوا مع بعضهم، هاي وحدة وهاي الثانية، وينطونا هيتروسايكليك كومباوند، ينطون هذا الهيتروسايكليك كومباوند مثل ما تلاحظون هنا. هذا الهيتروسايكليك كومباوند طبعا تلاحظون انه هنا عندنا هذول الموقعين هنا على هاي السلسلة يعانون من نقص في الالكترونات، يعانون من نقص في الالكترونات. هنا هذا عندنا ريتش اوف الكترونز، فاذا ممكن ان يتفاعلون ويكونون حلقه. ممكن يكون عندنا سلسله بها نيكلوفايل هنا عليه زوج الكتروني، وعندنا سايت اخر او موقع ثاني يعاني من نقص في الالكترونات، فيصير هجوم هذا النيكلوفايل على الالكتروفايل سنتر ويسوون هذه الحلقه، يسوون هاي الحلقه. من هذه التفاعلات المهمة اللي ممكن أن نحضر بها حلقات، بالذات الحلقات الخماسية اللي هي الفيوران، مثل ما تلاحظون هاي حلقة الفيوران، هاي حلقة البايرول، وبعدين هاي الحلقة الأخيرة اللي هي حلقة الثايوفين، تلاحظوها هاي حلقة الثايوفين. إذا عندنا هذول في هيتروسايكليك كومباوندز ار اروماتكس، تلاحظون عندنا هذا 4 باي الكترونز من هذول العصرتين المزدوجة، هنا عندنا بير اوف الكترونز على الاكسجين معهم يكون لنا 6 باي الكترونز. نفس الشيء بالنسبة لهذه الحلقة ونفس الانطباع على هذه الحلقة، اذا هذول كل وحدة من عندهم عندها 6 باي الكترونز ولذلك يكونون اروماتيك كومباوند.
هذول الحلقات المهمة اللي سنتطرق إليهم وتفاعلاتهم في المستقبل. هنا هذا واحد من التفاعلات المهمة اللي نحضر بها حلقات خماسية مثل ما شفتوا قبل شوية، هذا نسميه parallel nor synthesis. هذا الشخص اللي صاحب هذا التفاعل. هنا عندنا هذول التو بوزيشن قلنا عليهم يعانون من نقص في الالكترونات، عندنا هنا النيوكليوفايل. اذا لاحظ هذول، لاحظ هذا المركب، تلاحظون هاي الكربون، مجموعة كربون، مجموعة الكربونيل هنا وكربون، مجموعة الكربون هنا. طبعا بسبب انه سالبية الكهرباء على الاكسجين، هذول يعانون نقص في الالكترونات، هذول الكربون هنا والكربون هنا، فاذا ممكن ان يتفاعلون مع نيوكليوفايل ويكونون لنا حلقة. خلينا نشوف شلون يصير هذا التفاعل. شوف هذا الكيتون، هذا كيتون، هذا نسميه 1-4 دايكيتون، 1-2-3-4، اذا هذا 1-4 دايكيتون. نضيف له حامض راح يعطينا إكليبريوم، يعني راح يجي هذا البروتون على مجموعة، على أكسجين مجموعة الكربونيل يسوي لها بروتينيشن. أوكي، طبعا إذا يسوي لها بروتينيشن معناته شنو؟ صار عندنا شحنة موجبة هنا على ذرة الكربون، فمن اللي يهاجم عليها؟ يهاجم عليها هاي الأكسجين للأو إتش، ويصير غلق حلقي يسميه رينج كلوجر رياكشن، فينطينا الفيوران، ينطينا الفيوران. إذا هذا بلا أي شيء أوكي، بس نضيف له حامض. لكن هنا شو نضيف له بهاي الحالة؟ أيضا نضيف له حامض مع وجود الـ H2S، راح ينطينا ثيافين بنفس الطريقة. هنا شو نضيف له؟ نضيف له أمين أولي وبوجود حامض. طبعا الحامض هنا لازم يكون بكميات قليلة حتى لا يصير نحول هذا الأمين إلى ملح، وبالتالي لازم يكون عندنا هنا الحامض اللي نضيفه او هذا البروتون لازم يكون مخفف او كاتاليست، خلينا نقول بعبارة اصح ان يكون كاتاليست يعني بكميات جدا قليلة، فراح يتكون عندنا هذا البايرول. فاذا very simple، يعني اذا بس تتوفر عندنا هذا الكيتونات، هذا الكيتون اللي هو 1-4 دايكيتون، ممكن نحصل منه هذول الأربع مركبات. هذا التفاعل سهل، هذا التفاعل سهل، لكن صعوبة هذا التفاعل اللي يتكون به ثيافين انه صعوبة اولا توفر الـ H2S وخطورة الـ H2S، هذول من الشغلات اللي فيهم صعوبة، ولكن بقية التفاعلات هي تفاعلات very simple reactions، وممكن أن نجريهم في المختبر. يعني هذا التفاعل ممكن أن نجري في المختبر، هذا ممكن أن نجري في المختبر، يعني without any problem. حتى نشوف تفاعل حقيقي، هذا قلنا الـ 1-4 دايكيتون فعلا مع الـ H2SO4، تلاحظون أنه هاي الخطوة الأولى بالتفاعل، هنا هاي الخطوة الأولى بالتفاعل، يعني بعدين نصل إلى هذا المركب الوسطي. هذا المركب الوسطي unstable، راح يفقد جزيئات ماء، هاي الـ OH منا وبروتون منا من هذا المكان، راح نفقد جزيئات ماء فيتكون لي البايرول اللي هو عبارة عن مركب حلقي with 6 pi electrons، with 6 pi electrons. هذا مثال آخر اللي تحته، تلاحظوا هذا مثال آخر تحته، أيضا هو عبارة عن 1-4 دايكيتون، هاي 1-2-3-4 دايكيتون، نضيف لحامض كون عندنا هذا المركب الوسطي، أيضا يفقد جزيئات ماء، يفقد هذا البروتون، يفقد هاي الأويتش على شكل جزيئات ماء، ونحصل على مركب حلقي كما نلاحظ في هذا المركب. طيب إذا نريد نحضر حلقة خماسية، إذا نريد نحضر حلقة خماسية كما ذكرنا قبل شوية، قلنا لازم يكون عندنا نيوكليوفايل
okay, one for diketones, one for diketones. لكن إذا أريد نحضرها من 1-3 أو 1-3 diketone compounds مثل هذولا شلون نتصرف؟ يعني شنو نتصرف؟ إذا نحن عندنا كربون 1-2-3 فنحتاج 2 كربون إضافية حتى نحضر حلقة خماسية. هذه إذا أريد نحضر حلقة خماسية بها 5 كربون، لكن إذا أريد نحضر حلقة خماسية بها هيترو أتم فش لازم نحتاج بعد ذرة كربون بالإضافة إلى هيترو أتم وياها ويكونون متجاورين من نوع 1-2. فإذا حتى أول مرة شو نسوي؟ نحول هذا الدايكيتون الـ 1-3 دايكيتون إلى الإينول 4، إلى الإينول 4. حتى نحول هذا إلى الإينول 4 يعني 2 ways. أما نستخدم الأسيد كما في هذه الحالة أو نستخدم البيس كما في هذه الحالة، وبالتالي نحصل على الإينول 4. هنا شو نحصل على الإينوليت 4 في هذه الحالة؟ نحصل على الإينوليت وهنا نحصل على الإينول 4. هسه هذول الاثنين ممكن نفاعلهم مع الكتروفايل، ممكن نفاعلهم على الكتروفايل. خلينا نشوف. جيد، اذا هذا ال 1-3 دايكربونيل كومباوند مع هاي القاعدة الكربونيت راح نحصل على شو نحصل؟ نحصل على الإينوليت ستراكتشر. هذا الإينوليت ستراكتشر ويا من انفاعلان فعلا ويا هذا الالفا هالو كيتون. الفا هالو كيتون انا شو احتاج من هذا الالفا هالو كيتون؟ احتاج هاي الكربون واحتاج هاي الهيترو، احتاج هيترو اتم ايضا، احتاج هيترو اتم. يعني ازيح هاي واخلي مكانها هيترو اتم. خلينا نشوف شو اللي يصير معه. هذا اللي طلع عندي هذا الفيوران، فيوران رينج، هاي المجموعه وهذا مكانها، فقدرنا نحصل على هذا المركب. من الضروري ان نتعرف على الميكانيكيه. هذا قلت لكم الدايكيتون او ال 1-3 دايكيتون، هذول التو بروتونز الاسيديك بروتونز اللي ممكن بواسطه قاعده نستخلص واحد من عندهم، وفعلا بواسطه الكربونيت قدرت استخلص واحد من عندهم. اذا هاي الكربون هذا يسوي لي الإينوليت ستراكتشر. هذا هو الإينوليت ستراكتشر يتفاعل لي. طبعا الهجوم هذا زوج الالكتروني وراح يهجم لي على مجموعه الكربونيل لانه هاي الكتروفيليك سنتر. يعني هاي الكربون مجموعه الكربون هي الكتروفيليك سنتر. تلاحظون راح يتكون عندي هذا المركب الوسطي كما نلاحظ هنا، هذا المركب الوسطي. بهذا المركب الوسطي طبعا انا عندي زوج الكتروني على الاكسجين، هذا الزوج الالكتروني ممكن ان استخلص هذا البروتون، يبقى لي هنا زوج الكتروني يسوي لي عصره مزدوجه هنا، وبالتالي هذا البير اوف الكترونز راح يتحول او يعني يتحرك على ذره الاكسجين، بالتالي ذره الاكسجين عندها زوج الكتروني ممكن تهاجمنا على الكربون الحامله للمجموعه المغادره، الحامله للمجموعه المغادره. اذا راح يصير عندي سايكلايزيشن، سايكلايزيشن راح تكون عندي هذه الحلقه. انا اصلا عندي هاي الاو اتش منها، كانت عندي اكسجين هنا بعدين قلنا استخلصت هذا البروتون صارت عندي او اتش هنا، هاي الاو اتش، وهنا عندي ذره هيدروجين او عندي ايضا راح نفقد جزيئه ماء ونخلي عصره مزدوجه هنا. مثل ما تلاحظون يتكون عندنا مركب حلقي فولي اروماتيك هيتروسايكليك كومباوند. هذا مثال اخر على هذا النوع من التفاعلات لتكوين حلقه الفيوران. مثل ما تلاحظون هنا هاي حلقه الفيوران مدموجه مع هذه الحلقه السداسيه، مع هاي الحلقه السداسيه ايضا نفس الطريقه. ك
كون عندنا هذا المركب الوسطي، هذا المركب الوسطي، هاي الـ OH راح تهاجم لي على ذرة الكربون هاي وبتزيح لنا CL وتكون هذه الحلقة الأروماتية الفولي أروماتيك هيتروسايكليك كومباوند 6 باي إلكترونز مثل ما نلاحظ. تشوفوها زين، هاي الحلقة هي هاي الحلقة الخماسية، حلقة الفيوران. نروح إلى مثال آخر. هنا كانت عندنا قبل شوي كانت عندنا مجموعة مغادرة، هنا نفس الطريقة استخدمنا البيريدين كقاعدة حتى نأخذ واحد من هذول البروتونات هنا حتى نسوي الإينوليت فورم. هذا المركب يتفاعل لنا مع الإينوليت فورم. تلاحظون هاي المجموعة NH2 خلت لي نيتروجين أتم بالحلقة. إذا تلاحظون إذا هذا المركب هو ألفا أمينو كيتونز مع الواحد ثلاثة داي كيتونز، نحصل على البايرولز، حصل على البايرولز. ميكانيكية تحضير البايرول لا تختلف عن ميكانيكية تحضير الفيوران كما لاحظنا ذلك سابقا. أيضا عندنا هذا الألفا أمينو كيتون مع الواحد ثلاثة داي كاربونيل تكون عندنا هذا المركب الوسطي. تلاحظون هذا المركب الوسطي يكون لنا انفيرذر ستيبل، يكون لنا هذا بعدين راح نفقد جزيئه ما وتكون لنا فولي اروماتيك بايرول رينج وذ 6 باي الكترونز. اذا عندنا 6 باي الكترونز، عندنا هاي زوجه الكتروني باي الكترونز، هنا عندنا وهنا عندنا زوجة باي الكترونز، وعندنا هنا زوجة الكتروني على ذرة النيتروجين، فهذول مجموعة يصير 6 باي الكترونز، معناته انه عندنا مركب اروماتي مركب اروماتي بخمس ذرات مثل ما نلاحظ في البايرول وقبلها بالفيوران. تلاحظون هذا هو ال 1,5 دايكربونايل نفعله مع الأمونيا راح نقط جزيئتين ما بتكون عندنا هذا المركب الوسط اللي هو 1,4 دايهايدروبيريدين. احنا مرينا على هذا وعلى تسميته سابقا. تلاحظون انه عندنا هنا هيدروجين وهنا عندنا هيدروجين على النيتروجين فسمينا 1,4، هذا 1 وهنا 4، اذا عندنا ذرتين هيدروجين سمينا 1,4 دايهايدروبيريدين. هذا نسوي له اوكسيديشن بوجود النيترو بنزين كسولفنت، نسوي حلقه اوروماتيه راح نسحب منه جزيئات هيدروجين وبالتالي راح يتكون فولي اوروماتيك بيريدين هذا و 6 باي الكترونز. تلاحظون ها 6 باي الكترونز، هنا عندنا زوج الكتروني على ذره النيتروجين ايضا، هذا في هذا الزوج الالكتروني موجود في sp2 orbitals، هذا ال sp2 orbital يكون في مستوى الحلقه ويكون متعامد على الباي سيستم ولذلك لا يتداخل مع الباي سيستم مع الباي سيستم في هذا النوع من المركبات. هذه طريقه اخرى لتحضير مركبات البيريدين او الهايلي سبستيتيوتد بيريدين. تلاحظون هنا عندنا ميثايل، هنا عندنا ميثايل، هنا عندنا ميثايل، هنا عندنا مجموعه اسايل جروب. فاذا هذا النوع من المركبات يعني الهايلي سبستيتيوتد بيريدين لازم نخطط لها حتى نحضر هذا النوع من المركبات. تلاحظون هنا بنستخدم نسميها البيتا دايكربونايل او الواحد ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، او نسميها البيتا دايكربونايل ايضا ممكن نسميها، ونفعلها مع البيتا اينامينو كربونايل. بيتا اينامينو، ليش بيتا اينامينو؟ هنا عندنا مجموعة الامين اتاشت دايركتلي تو دبل بوند، هذا نسميه اينامين، هذا النوع من المركبات نسميه اينامين. ونحصل او مع النايترايل ايضا ممكن، فنحصل على هذا المركب اللي هو بيريدين كما ذكرت لكم انه هايلي سبستيتيوتد بيريدين بعد ان نفقد جزيئتين معا. طبعا هذا التفاعل
يجري، وممكن إجراءه بسهولة، أو حتى ممكن إجراءه في المختبر. هذه هي ميكانيكية التفاعل مثل ما تلاحظوها، يعني very simple. هنا هذا الإنامين يهجم على البيتا كيتو، هذا كون أن هذا المركب الوسطي، بعدين هنا هاي الأكسجين عليها شحنة سالبة تستخلص لنا بروتون من على ذرة النيتروجين، تالي راح يتكون عندنا هنا OH. تلاحظون هذا الزوج الإلكتروني أيضا كقوة دافعة، هنا يصير عندنا زوج إلكتروني على هاي ذرة الكربون، وهاي تهاج منا، وين راح تهاج منا؟ على ذرة كربون، مجموعة الكربوني، فيصير عندنا غلق حلقي كما تلاحظون في هذا المركب. إذا شنو اللي ممكن يصير في الخطوة القادمة؟ هو أنه هاي الجزيئة أو هذا المركب الوسطي راح يفقد لنا جزيئة ماء من هذا البروتون هنا وهذا الـ OH، يصير عندنا عصرة مزدوجة في هذا الموقع، تصير عصرة مزدوجة. تلاحظوا هاي العصرة المزدوجة بعد فقدان جزيئة ماء. هذا التفاعل مثل ما نلاحظ أنه يجري في محيط حامضي، في محيط حامضي، يعني استخدم الحامض ككاتاليست، فنرجع نستخلص هذا الحامض بواسطة قاعدة، وتكون عندنا الفري بيس، تكون عندنا فري بيس. بدل الإنامينو كيتون اللي قبل شوي استخدمناه، ممكن أن نستخدم الإنامينو نايترايل. هذا هنا كانت عندنا مجموعة كربونين، هنا مجموعة نايترايل، وأيضا نفاعلها مع البيتا كيتون، هذا بيتا أو 1-3 داي كيتون مثل ما تلاحظون هنا، أو يفقد لنا جزيئات ما جزيئتين ما، وتكون عندنا هذه الحلقة. قبل شوية تلاحظون شنو شات عندنا مجموعة كربونايل أو مجموعة أسايل جروب هنا، إذا هسه عندنا مكانها نايترايل جروب، كون عندنا حلقة مثل ما تلاحظوها، حلقة فولي أوروماتيك رينج. طيب نكتفي بهذا القدر من محاضرة اليوم، وإن شاء الله الأسبوع القادم راح نتكلم عن موضوع جديد أيضا يخص الهيتروسايكليك كامباوندز. أشوفكم إن شاء الله في محاضرة قادمة.